طفلة مش عادية، طفلة نابغة. هي في عيني جميلة، لكن العزة في عيون الناس أجمل. للأسف ألاء ظروفها بتتدهور يوم عن يوم. تخيل إن ابنك مثلا بيتقطع حتة حتة، صوابعه بتتشال قدامك. للأسف علمت برشام الواحدة بتكلف 500,000 جنيه. لو وعدتني إن شاء الله السنة الجاية بتحفظ إن شاء الله القرآن بالكامل. نفسي أشوفها عروسة تعيش حياة طبيعية وتروق وتخف، وعندي أمل في كده. اسمي خالد حسن عبد الله، والد الطفلة ألاء. ألاء حصلت على المركز الأول في مسابقة الأحاديث، حفظت 50 حديث وجزئين قرآن. ألاء عمرها 13 سنة، هي طالبة في الصف السادس الابتدائي في مدرسة سيدي المغازي. دخلت مدرسة عادية بس كحالة دمج. ظروفها المرضية للأسف، ألاء بعد عمر سنة ونص أصيبت بمرض نادر جدا اسمه البروجيريا. البروجيريا دي يعني معناها الطفل عندي أعراض الشيخوخة المبكر. ألاء كانت طبيعية جدا، كان عندها أصابع للأسف، فقدت 10 أصابعها للأسف على مراحل بسبب المرض ده. تسبب لها المرض ده بفقدان شعرها بالكامل، كان شعرها جميل جدا لكن للأسف دلوقتي ما عندهاش شعر خالص. تسبب لها في احتباس حراري، ألاء ما تقدرش زينا كده تقعد في أي جو، لا ما بتعرقش غير بس ما تخطف الرأس فقط بس. بسبب الاحتباس الحراري لازم تقعد في التكييف 24 ساعة. المرض ده برضه للأسف خد منها تاني، تسبب لها قرح فراش. مستمرين في العلاج، العلاج مكلف جدا. للأسف برضه من الأمراض اللي عندها ألم في الأسنان، تحلل في الأسنان خالص، تليف كامل بالجسم. وللأسف حالياً تسبب لها برضو ضعف في السمع وتليف في الأذن. اكتشف عليها مؤخراً في أمريكا. للأسف علبة برشام الواحدة بتكلف 500,000 جنيه. المرض شرس جداً على ألاء للأسف، بياخد منها كثير لكن الحمد لله ما خدش من عزيمتها. في البداية طبعاً ما كنتش حابب نطلعها عشان ما تعرضش للتنمر أو أي نظرة ممكن تضايقها نفسياً، لكن بيجي نعيش حياتنا عادي جدا. بتصوم رمضان، بتحاول تعيش حياه طبيعيه جدا، بتحاول تتغلب على الالم اللي هي فيه. عندها امل انها تتعالج، نفسها تتعالج، نفسها شعرها يطلع تاني، نفسها تعيش وتلعب زي الاطفال. احنا ما محسسناش باي حاجه، عايشه حياه طبيعيه جدا، مش قادرين نحسسها، لكن هي مسكينه بتعاني. يعني لازم تكييف يكون شغال عشان يساعدها على النوم، يعني وكان التكييف او الجو الساقع ده نوعا ما بيجمد الالم. ألاء بتروح المدرسة ما بتفوتش يوم، المدرسة عندها شيء مقدس. كانت بتمشي ألاء لمدة يعني سنتين ابتدائي، وبعد كده للأسف ما فيش قدرة على المشيان أبدا. طبعا ما كظروفي ما اقدرش أوديها عربية، فبتفق مع توك توك بوديها وبجيبها. المشكلة كانت تجينا في المدرسة إن ألاء عشان ظروف جسمها ما بتعرفش تقعد، فكنت أجيب لها وسادة مخدة كده، يعني إحنا عملناها لها مخصوص عشان تقعد عليها عشان خاطر جسمها والقرح اللي عندها وكده. يعني زميلها بيساعدوها طبعا ألاء عشان ظروف صابحها، بيفتحوا لها الشنطه طلعوا لها الكتب. ألاء ترفض اي حد يحل لها وجه، ترفض اي حد يكتب لها، تحط القلم بين صباعين بين دراعاتها كده وتكتب. خطها جميل جدا، عندها عزيمه وبتحب جدا العلم وشغوفه، فعلا واخده الموضوع بجديه وبتذاكر وبتعمل واجب. كانت في حفظ القران بتجيب الموبايل تخش على النت، لو انا مثلا مش موجود او متى مش موجوده بتجيب تخش على النت مثلا وتكتب الصوره وبتيجي وبتكرر. اللي وعدتني ان شاء الله السنه الجايه تحفظه كامل، يعني ان شاء الله ربنا ما يجددش عليها القرح تاني وتحفظ ان شاء الله القران بالكامل. تحب اكلها انا لما تنام، احب تحب تكون جنبي دايما، اي مشكله صحيه يا بابا. هو ما حدش يعرف المرض اساسا، فهو ما حدش في الصعيد يعرف ايه البروجيريا اساسا، ما حدش يسال. يعني هو ممكن الناس تسال تفتكر ان ده حرق، في ناس كتير جدا كانت تفتكرها ولد. دايما تحب تيجي معايا اي مكان، خلاص ارتبطت بيها وارتبطت بيه بلا مبالغه. حسيت نفسي خالد حسن عبد الله، صفر على الشمال بلا قلق بالنسبه للحياه. ألاء لما بتبقى تعبانة وأنا مش عارف أعمل إيه، ببقى أنا من جوايا بتقطع فعلا. سبحان الله بتلاحظوا إن أنا بشيلها على يد الشمال
جنب قلبي بالضبط. ما بتقدرش هي على فكره ما تحبش تقعد غير على الجنب ده، وكأنه ربنا عامل كيمياء بيني وبينها كده. نفسي اشوفها عروسه تعيش حياه طبيعيه وتروق وتخف، وعندي امل في كده. زي ما انت شايفين الاء طفله ذكيه، طفله مش عاديه، طفله نابغه بتحب الحياه. اي حد في ظروفه او في ظروف احسن منها ما اعتقدش بيعمل اللي بتعمله الاء. انا تعلمت من الاء الصبر فعلا. يعني كنت لما بضيق الدنيا بيا وببقى مش عارف، لما تخيل ان ابنك مثلا بيتقطع حته حته صوابعه بتتشال قدامك، او الالم او جسمه بيتخرم من القرح اللي هو فيها، او يفقد مظاهر الجمال عنده الاسنان او الاذن والسمع، ويفقد الرموش ويفقد شعره. دي صعب عليها كأب، عايزة تعيش حياة طبيعية، عايزة تكبر، عايزة يعني تاخد نصيبها من الدنيا زي إنسان. حاسس إن ألا حتبقى دكتورة زي ما قالت، لأن ألا عندها عزيمة جدا، ذكية جدا، لما بتعوز حاجة بتعملها. مامتها بتحفظها القرآن، بتحفظها الأحاديث. كطفلة إنها تحفظ 50 حديث في وقت قياسي قبل المسابقة بحاجة بسيطة عشان خاطر عايز تطلع الأولى. يا رسول الله، لم أحق الناس لحسن حالتي ولا أمة. أعتقد لما تكبر هتعمل كتير لبلدها. ألا نفسك في إيه إن شاء الله لما تكبر؟ نفسك في إيه؟ دكتورة في الجامعة.